الرئيس السيسي في خطاب مهم للأمة: مصر لم تعطي ذرة رمل للسعودية وملتزمون بعدم المساس بحقوق الآخرين، ويؤكد: أهل الشر يتآمرون وما زالوا على مصر. لا زيادة في أسعار السلع. التعامل الشعبي مع سد النهضة وموضوعات أخرى أثر سلبا على المفاوضات السياسية للدولة. الحكومة تتعاقد مع مراكز ومستشفيات طبية جديدة لعلاج مرضى الإدمان بالمجان. السعودية تنزع من هيئة الأمر بالمعروف صلاحية توقيف الأشخاص. والولايات المتحدة الأمريكية تراجع دورها في مهمة حفظ السلام في سيناء.